ثم بعد مقتل الإمام سالم، ولعل مقتل الإمام سالم يعني حادثة ربما تكون معروفة يعني في الخضرة، خضرة بني دفاع في ولاية المضيبي، أنه كانوا قرروا المبيت في تلك الليلة، بس الإمام ما كان موجود، الإمام محمد بن عبد الله الخليلي ما كان معهم في تلك الليلة، إلا هي ما كان معهم في الرحلة، فباتوا في تلك الليلة، وكان الإمام عليه حراسة، الإمام سالم شيء عليه حراسة، لكن سبحان الله ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الحارس المكلف بحراسة الإمام ربما نتيجة أيضا للتعب وإرهاق أو شيء نام، وهذا الشقي الخبيث يعني على نفسه كان متربصا، فأطلق على الإمام طلقة في رأسه، فالإمام يعني قال له لقد أرحتني وأشقيت نفسك، هذا آخر كلمات قالها الإمام سالم رحمة الله عليه، يقول له لقد أرحتني وأشقيت نفسك.